السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناة عفيفي للتكييف، ورمضان مبارك عليكم. عم نصور الآن بأول أيام الشهر الفضيل، الله يعيده عليكم بالصحة والعافية. اللي متابع قناتنا بيعرف أنه إحنا الوكلاء لمنتج لوكرينج، اللي هو بصنع الحلقات اللي بتربط مواسير النحاس أو مواسير تبريد التكييف ببعض بدون أي لحام، يعني أنت بس تستعملهم ما رح تحتاج لحام. اللي ما شاف الفيديوهات هاي أو ما متابعنا من أول على القناة، فيكو تضغطوا على علامة الآي اللي بأعلى الشاشة وبتقدروا ترجعوا للفيديوهات وتشوفوا مزايا هذا المنتج وكيف بيشتغل. هلا اليوم في عنا منتج مختلف شوي صغيري، هو برضو من شركة لوكرينج، بل إنه شركة لوكرينج بتتميز بهذا المنتج أكثر وبتبيع منه بكميات مهولة جدا حول العالم كل سنة، وبتعتبر هني المنتج رقم واحد. شو هذا المنتج؟ طبعا هذا عبارة عن أجهزة بتبيعها شركة لوكرينج لخطوط إنتاج أجهزة الثلاجات والتبريد المبردات، يعني أي مصنع عنده خط إنتاج. طبعا زي ما أنتوا عارفين في الثلاجات البردات الموجودة في البيوت عندنا داخلها كومبريسر وداخلها أجهزة تبريد، بيتم ربطها ببعض طبعا بمواسير، ولكن عشان يتفادوا موضوع الحام كمان بيستعملوا هاي الأجهزة من لوكرينج. بس هاي أجهزة زي ما قلنا من الأول مش أجهزة طبيعية، هاي أجهزة بيستعملوها المصانع لخطوط الإنتاج. برضو كمان رح نرفق لكم بأعلى الشاشة، إذا بتحبوا تضغطوا على علامة الآي اللي بأعلى الشاشة، هنرفق لكم فيديو من لوكرينج بيشرح شرح بسيط عن هاي النوع من المنتجات، وهذا بورجينا قوة شركة لوكرينج وليش اخترت عفيفي إنه هي تشتغل معها. لأي استفسارات بخصوص هذا المنتج أو منتجات اللي بتخص أعمال توصيل مواسير التبريد للمكيفات، فيكو تتواصلوا مع فريق عفيفي ورح يخدمكم، إما بالمعلومات إنه يوفر لكم المنتجات كلها، زائد نعطيكم تدريب لأنه المنتج بسيط وأي حدا بيقدر يستعمله. ما تتردد بالتواصل. شكرا لكم لمتابعة الفيديو ونراكم على خير.